بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأسعد ويسعدني دوما أن أرحب بكم، ويسعدني دوما أن أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوب كل من يحبه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخ الفضلاء ودعاتها الأجلاء. وفي هذه الحلقة يسعدني ويشرفني ويزيدني غبطة وسرورا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي المعروف لدينا جميعا، فضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم. فضيلة الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحبا بك، سعدنا بك. حبيبي حبيبي الغالي، سعدنا، الله يعزك، سعد الله أيامك، حياكم ربنا الشيخ، حياك الله، بارك الله عليك، بارك الله عليك. وموضوعنا اليوم، وقبل نبدأ في موضوعنا في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، والذي عنوانا له بعنوان هي رسالة مني إلى كل من له قلب رحيم، إلى أولئك الذين يقتلون في سوريا، ينبغي فعلا أن نتقي الله فيهم وأن نمعن النظر فيما تقوم به أدواتنا، سواء تلك الأمنية أو غيرها، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى الإنسان في الإنسان، فدم الإنسان ليس بالرخيص وليس بالهين في هذا الجانب. موضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات حول البلاء والابتلاء، حول البلاء والابتلاء. جرت سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين أن يبتليهم ابتلاء أن يقوى بقوة الإيمان ويضعف بضعفه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلة. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتنة هنا أيها الإخوة هنا بمعنى الامتحان والاختبار، اللذان يظهران حقيقة من يدعي الإيمان على وجه الصدق والحق، ومن يدعيه تقية ونفعا. يقول تعالى سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين. والله جلت قدرته سبحانه وتعالى وتعالت أسماؤه يعلم عباده أن الإيمان ليس مجرد دعوة أو أمنية فحسب، ولكنه حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد وصبر وتحمل لا يحملها إلا من في قلبه تجرد لها وإخلاص. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا ويتركوا لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا لها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خاصة قلوبهم كما تفتن النار الذهب فتفصل بينه وبين العناصر العالقة به. موضوع الابتلاء أيها الإخوة في هذا الزمان كثر، فهنالك في ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين التي لا ننساها، والآن في سوريا وغيرها من الأماكن الأخرى التي ثارت فيها الشعوب من ظلم الطغاة. ما الفرق بينها وبين البلاء والابتلاء؟ وما الحكمة من البلاء والابتلاء؟ ثم كيف ننجح هذا الاختبار؟ وكيف نخرج من تلك الفتنة؟ هذه محاور عدة سنطرحها على فضل الشيخ وجدي غنيم في هذه الحلقة مرة أخرى. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء. الله يحييك حبيبي، بارك الله عليك. بداية فضل الشيخ، يعني موضوع البلاء والابتلاء وأنت تمر بذاكرتك الطيبة الطاهرة على ما يجري في عالمنا الإسلامي في حقيقة الواقع، فبداية تكمل أهمية تناول مثل هذا الموضوع خصوصا في هذا الزمن وهذا الوقت الذي نعيش فيه عددا من الابتلاءات والبلاءات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. بداية طبعا بأشكر التلفزيون القطري على هذه الاستضافة، وأشكر أخي الحبيب الأخ عايد، ربنا يعزك وبارك فيك دائما وانفع بيك دائما، أنا يعني متألق والله، ربنا يزيدك يا رب. الحقيقة هو ما شاء الله، أنا يعني مبسوط جدا من اختيار هذا الموضوع اللي هو الابتلاء والامتحان. ليه؟ لأنه موضوع العصر طبعا، وموضوع في كل عصر، يعني مش عصرين احنا بس يعني، وموضوع تمحيص للمسلم. كلنا بنقول احنا مسلمين، كلنا بنقول مؤمنين، والايمان طافح في قلبي طب ايه اللي يثبت؟ ايه اللي يثبت هذا الايمان القوي؟ انك انت تصمد وتصبر امام ابتلاء الله تبارك وتعالى. خليني اضرب لحضرتك مثلا، لو انا بقول لك مثلا انا حافظ القران كله الحمد لله، وعايز حد يسمع لي القران،
هتيجي تقول لي طب سمع سورة الفاتحة كده فتحتين، سمع سورة قل والله أحد، يا راجل ده كلام. لا، يقول لك إيه، عايز تعرف هو حافظ ولا لا صحيح، خش بقى على سورة طه الأعراف، في القصص، النمل، طوال الصور دي وكذا، وبعدين كمان بالقراءات. فمثلا مثلا سورة طه، مثلا الله تبارك وتعالى يقول إيه في سورة طه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، لا وأن اخترناك قراءة كمان، يا ما شاء الله. يبقى انت بتقول انا معايا عربية الموتور بتاعها قوي جدا 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 جدا، بقول لك ايه، طب تقدر تروح بيها تركيا وترجع؟ ها، تجربة، وريني الموتور بتاعك، وريني القوة بتاعت العربية، هتصد ولا لا؟ هذه النقطة الخطيرة، ان احنا كلنا بنقول مؤمنين. وانت حضرتك ذكرت سورة العنكبوت، احسب الناس، خلي بالك من الكلمة، ناس الناس دول ايه، مش مسلمين ولا مؤمنين، ناس. احسب الناس ها ان ايه، يتركوا يعني ايه، سيبني في حالي بقى انا راجل كده، لا، ان يقولوا امنا، لو الناس قالوا امنا يبقى لازم ايه، وهم لا يفتنون. لا، انت اختبر بقى، انت كنت من الناس خلاص ماليش دعوه بيك، لكن قلت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون، لا يختبرون، لا، ما ينفعش. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، بص الكلمتين بقى، الذين صدقوا في ايه، في ايمانهم مع الله، وليعلمن الكاذبين اللي قالوا انا مؤمن والايمان طافح في قلبي، ها، وبعدين ربنا يبتليه ابتلاء، يروح قايل ايه، ليه يا ربي، ليه الظلم، ليه القسوه، ليه، واشمعنى انا، وربنا هو ما فيش الا انا، سقط في امتحان الله تبارك وتعالى، سقط في اختبار الله. اذا لابد ان يعني نستوعب هذا الامر، ان احنا مخلوقين في الدنيا للابتلاء، صحيح، للامتحان، للاختبار. قال الله سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت، خلاص في ابتلاء، ما فيش ابتلاء، كلنا ميتين. ونبلوكم، نختبركم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بس هنا في وقفة عند الشر، في ناس تقول لك هو ربنا بيجيب لنا شر، لا، شر من وجهة نظرك انت، بتقول الأمر ده شر، لما فراحت عليك الطيارة، لما سقطت في الامتحان، بتعتبر ان ده شر. طب والله العظيم ده قمة الخير، صحيح، ها، لكن انت ما تعرفش الخير فين، لان الله يقول في سورة البقرة حكمة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانت عشان كده بتحكم من عندك انت يعني، لكن هو الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. احسن الله شيخ، ونفع بالدنيا والآخرة على هذا التوضيح وهذه المقدمة فعلا التي يعني بينت مسار هذه الحلقة. طيب فضل الشيخ، نبدأ بالتعريفات والمصطلحات يعني، ولعلنا من خلال المصطلحات تتبين لنا الأمثال. وهنا لن أنسى أيضا ابتلاء الشعب المصري، وبعد أن بدأ يخرج من تلك الابتلاءات بنجاحات ولله الحمد، ورفع عن الظلم، وثورة نجحت بمعنى الكلمة، وأصبحت لها ملامس ولها، لكن نسأل الله أن تستمر وتستكمل بقى، نتمنى ذلك إن شاء الله. الظلمة والمجرمين اللي فسدوا البلد يتحكموا، ويتحكموا من الراس الكبيرة، البداية من الراس الكبيرة. أنت عمال تلعب حوالين الأجنحة ليه؟ لا، الراس الكبيرة الأول. نعم. طيب فضل الشيخ، نبدأ بالتعريفات. يعني ما معنى الابتلاء وما معنى البلاء؟ الابتلاء هو الامتحان والاختبار، امتحان اختبار. الله تبارك وتعالى يعلم ان احنا، اولا هو الخالق، في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. لكن الله تبارك وتعالى لابد ان يختبر الناس، ليه؟ عشان تقام الحجة على الناس بانفسهم. ازاي؟ نتخيل كده، نحاول نتخيل اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات، لو ان الله خلقنا في الآخرة، ما جيناش الدنيا دي خالص، اوكي، ربنا خلقنا في الآخرة ما جيناش الدنيا دي خالص، وبعدين بيحاسبنا، هيحاسبنا بايه؟ بعلمه. فتعالى انت، انت ما كنتش هتصلي، وكنت هتسب دين، وكنت وهترفض الاسلام وضد الاسلام، انت جهنم، كويس. وانت كنت هتصلي، كنت هتعبد ربنا، وكنت يلا الجنة. الاثنين هيوافقهم؟ لا، اللي داخل جهنم هيقول له ايه؟ وانا عملت، انا ما عملتش يا رب. فربنا هيقول له ايه، انا بعلمي كنت اعلم انك انت، خلي بالك بالعلم، ما نقولش ربنا عارف، اوعى الكلمه دي، ان ربنا عالم، لا عالم، لان المعرفه عن جهل، والله استغفر الله، عالم مش عارف. وكمان برضو كلمه ثانيه، ما نقولش ربنا عايز، لا، العوز من الاحتياج، والله ما يعوز، الله يريد، الله يريد. طيب، يبقى بتاع جهنم هيقول له ايه؟ الصلاحات مهمه هذه، طبعا المسلم لازم يكون منضبط. اصل بعض الناس تقول لك يا عم العمليه بالقلب، انما العمله بالنيات، اديله شتيمه في جنابه كده، يقول لك انت بتشتمني، ولا لا والله ده انا كنت بقصد، ما تاخدهاش، اشمعنى بقى؟
يبقى ما تكلم مع ربنا لازم يكون بانضباط. طيب بتاع جهنم مش هيوافق على جهنم، وبتاع الجنة برضو مش هيوافق. ليه؟ هقول لك اشمعنى انا هنا فلان اعلى مني ليه. اذا انتوا الاثنين اعملوا ايه؟ انزلوا بقى. انزلوا فين؟ اني جاعل في الارض خليفة. خليفة في الارض، في الارض. حتى الملكة بتقول تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سورة البقرة. يبقى انزلنا على الارض اهو، بس وريني بتعمل ايه بقى. طيب انا دلوقتي عايش في الدنيا اهو، عايش في الدنيا اعمل ايه؟ اكل واشرب واتجوز واخلف واموت. طب ما الحيوانات والحشرات كده، ده الحيوانات بتاكل اكتر مننا والحشرات بتاكل اكتر مننا احيانا، والحيوانات بتخلف اكتر مننا. انا مراتي ربنا يعزها ويبارك في عمرها، ربنا اكرمنا بتسعه، ماتوا اتنين فاضلين سبعه. اللي جابتهم مراتي بالتقسيط في حياتها، الارنبه بتجيبهم كاش مره واحده 13 14 ارنبه مثلا، لكن هي ارنبه لكن مراتي مسلمه، ده الفرق بقى. طيب يبقى دلوقتي انت نازل الدنيا مش عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف، تمحص الايمان. ولذلك في سوره البقره ولنبلونكم ولنبلونكم، يبقى لازم يكون في ابتلاء، في امتحان. جهز نفسك بقى، ها ده ربنا بيديك السؤال وبيديك الاجابه. شوف العظمه، ربنا بيمتحننا فبيدينا السؤال ويعطيك الاجابه وبيديك الاجابه كمان. ازاي؟ ولنبلونكم بالشيء، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، بشيء مش بكل، ما نقدرش احنا، لا بشيء، حاجات بسيطه كده، ها من الخوف ايه على نفسي وعيالي ومراتي ووظيفتي وصحتي، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الاموال، انسى الساعه بتاعتي وانا بتوضى، يضيع المحمول بتاعي، واحد ينصب عليا، واحد يسرقني، ونقص من الاموال والانفس بالموت والثمرات. قال وبشر الصابرين، مين الذين اذا اصابتهم مصيبه، اصابتهم خلاص، قالوا اشمعنى احنا؟ ربنا سايب الكفره وجاي علينا، من يوم ما التزمت ومن يوم ما عرفت ربنا بدات اصلي ومصايب نازله على دماغي. يبقى ده مش فاهم، ده مش فاهم الموضوع ماشي ازاي. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. طب وانا اليه راجعون. الله جاب، الله خد، الله يعوض، خلاص. اولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه، من ربهم ورحمه، واولئك هم المهتدون. وزي ما قلت حضرتك الحديث الجميل، اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء ثم الذين. خلي بالك الانبياء اللي ربنا اصطفاهم، اخر سوره الحج الله يصطفي من الملائكه رسلا، اصطفى سيدنا جبريل، ومن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي اصطفاهم ربنا بيبتليهم، انت بقى اللي على دماغك ريشه، انت احسن من الانبياء انت ولا ايه؟ اذا كان الانبياء بيبتلوا، واخد بالك، يبقى اشد الناس بلاء الانبياء، ها ثم الصالحون، ها فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه. خلي بالك، فان كان في دينه صلابه خلاص كده، لا زيد له في البلاء. الله ازاي؟ ايوه احنا هنشوف دلوقتي، هنشوف ثواب الابتلاء ايه، هنشوف ليه ربنا بيبتلينا ان شاء الله. نعم. طيب يعني تحدثت عن البلاء، الابتلاء والبلاء، هل في هناك فرق بينهما؟ البلاء ممكن يكون مصيبه، ما هو المصيبه لمين؟ خلي بالك البلاء يعني مصيبه، اذا ابتلى الله قوما ابتلى الله يبتلينا. المصائب اذا كانت للمؤمنين فهي ابتلاء، والمصائب اذا كانت للكافرين فهي انتقام بلاء. انا مات لي ابني صغير، كان عنده في سنه 82، مات لي ابني كان عنده سنتين، مات ابني، مات، ده ابتلاء لان انا مؤمن الحمد لله. طب ما هو في كافر بيموت ابنه، ده انتقام. حصل عندنا زلزال، ابتلاء. طب وفي اليابان انتقام، يعبدوا بوذا بتاع مقفع كده، حاطينه في الاوتيلات، تخش تلاقيه ده يقول لك ده بوذا، ويدي له تفاح وسندوتشات. المهم يبقى المصيبه اذا كانت للمؤمن فهي ابتلاء، واذا كانت للكافر فهي انتقام. نعم. انتقام. نعم. طيب الفتنه هنا، يعني نبلوك بالشر والخير فتنه، هل تدخل ايضا فتنه في البلاء والابتلاء؟ الفتنه التي تحدث الان في مشارق الارض ومغاربها، الفتنه التي تحدث الانسان، الفتنه التي تحدث مع الشهوات، الفتنه التي تحدث مع الانسان في كل وقت، يعني ما معنى الفتنه هنا؟ هو الفتنه معناها عذاب، عذاب زي ربنا ما اتكلم عن زقوم والعياذ بالله، شجره الزقوم، ان جعلناها فتنه للظالمين، اي عذابا للظالمين. والفتنه بمعنى الابتلاء للمؤمن، ان الله يبتليك، ربنا بيمحصك، ربنا بيختبرك، بيختبر ايمانك. مش انت بتقول انا مؤمن، طيب وريني الامر اللي حصل لي ده من مين؟ من الله. انت بتحب ربنا؟ وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا؟ وشايفني؟ وهو اللي خليني اضرب لك مثل عملي شوي. الحمد لله انا اتمسكت في سبيل الله حوالي 8 مرات غير الفكه، يعني الفكه دي ما بتتحسبش. لما نخش السجن يجوا معانا ناس، فيوم يقولوا ايه، في ايراد جاي، في ايراد، ايراد يعني ايه؟ يعني ناس جايين لسه داخلين السجن جديد.
فبنعمل احنا حمله تعارف كده، نقوم نقول الاخوه اقعدوا اقعدوا كده، وايه كل واحد يقول اسمه وهو من انهي بلد يعني. فمثلا ده يقول انا اخوكم فلان الفلاني من الشرقيه من محافظه مش عارف ايه، من المنوفيه، من مش عارف كده يعني. بص بقى اروح انا قايل ايه، اخي اللي من الشرقيه، انتوا الشرقيه في مصر كم مليون؟ كم مليون؟ فمثلا مثلا يقول لي احنا من 4 مليون ل 5 مليون. اوكي؟ بص بقى. اقول له سبحان الله 5 مليون، بص بقى. والله اصطفاك، والله اختارك من 5 مليون عشان تيجي السجن. ايه دي بقى؟ دي بتظبط الموازين عنده. لان الشيطان لعب بدماغه من ساعه ما اتمسك، يقول له ايه؟ جاتك نيله في حظك المنيل. 5 مليون ما فيش الا انت يا فقري. ده انت اتمسك يا اخي، كان مسكه اشمعنى انت؟ لا اظبطها له بقى. ده انت ربنا اختارك واصطفاك ونقاك من 5 مليون. تري الله من نفسك الصدق. قول له يا رب انت اصطفيتني؟ انت اخترتني من 5 مليون عشان تجيبني السجن في سبيلك يا رب؟ لا ده انا ان شاء الله ايه؟ الله اكبر. وضحت؟ وضحت. اذا الله بيحبك مش بيكرهك. صحيح. مش تقول لي بقى هو ربنا منزل المصايب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب الله عبدا ابتلاه. اذا احب الله عبدا ابتلاه. اي نعم. اذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ما هو ابن ميت ميت، ربنا قد كتب الله، علم الله، شاء الله، خلق الله. طب انت عايز ايه؟ تقول له الحمد لله رب العالمين. تقول لربنا اللهم لك الحمد والشكر. علم الله ان ابني هيموت، كتب الله في اللوح المحفوظ ان ابني هيموت قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وشاء الله انه يموت، وخلق الله الموت ومات خلاص. انت عايز ايه بقى؟ بس قول بقى رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. سنتكلم عن الموضوع، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عليه السخط، ومن خلال بعض الامثله التي يعيشها الناس في حياتهم، لنود ان ننزل لحياه الناس في هذا الجانب. بعد ان شاء الله ناخذ مجموعه من الاتصالات اذا جهزت تلك الاتصالات. معنا اتصال. طيب اذا على ما يتم تجهيز الاتصالات التي بدات بفضل الشيخ، يعني ابرز نقاط الارتقاء والاختلاف، يعني ذكرتم البلاء والابتلاء في هذا الجانب، لكن لعلنا يعني ندخل على قضيه المسلم وحياته اليوميه التي يعيش فيها، من ابتلاءات مع الاسره، من ابتلاءات مع العمل، من ابتلاءات مع واقع الامه، من ابتلاء في بعض من حياته التي يعيشها اليوميه. كيف يعني يمكن تشخص لنا حال المسلم يرضى بتلك الابتلاءات ويقنع بها؟ أعطيك مثال، مثلا لو أتيت إلى إنسان وقد ابتلي مثلا بمس، فهو ساخط وفيه نوع من اليأس من هذا الابتلاء، ثم إذا أراد الدواء وأراد الأخوة له الدواء أو أراد من يريد أن يصلحه يقول فك عني يا أخي أنا مبتلى في هذا الجانب. توجيهك ورسالة لطيفة إلى من يعيش مثل هذا الوهم. أوكي، نرجع للقرآن، سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان، هل بمعنى قد، هل أي قد، قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان إيه؟ لم يكن شيئا مذكورا، احنا كنا كلنا عدم. كويس. إنا خلقنا، الله عز وجل خلقنا الإنسان لنبتة من نطفة، يعني حيوان منوي مع بويضة مش عارف إيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة إيه؟ نبتلي. حط لي بقى كده نبتلي. جميلة جدا هذه. فجعلناه إيه؟ سميعا بصير. ايه ادوات الابتلاء؟ السمع والبصر والجسم بقى كله يعني، وحياتك كلها زي ما انت حضرتك قلت يعني، ان احنا هنبدا حياتنا من الصبح. شوف بقى القاعده العامه، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وبعدين بقى ان اعتدنا للكافرين، وبعدين ان المؤمنين وكذا. طيب كل شيء ربنا ادهولك ابتلاء، كل شيء ربنا منعه عنك ابتلاء، كل شيء ربنا ادهولك وخده منك ابتلاء، امتحان. الآية في منتهى العظمة في سورة الأنبياء اللي قلناها، بص ربنا بيقول ايه؟ كل نفس ذائقة الموت. انت ميت ميت، ولما هتنزل قبرك مش واخد معاك حاجة خلاص، عشان يبقى عارفين اهو. اتولدنا الدنيا مفيش، قاعدين ايه ماسكين في ايدينا كده طيب، وحنسيب الدنيا بكفن، حتى هدومنا اللي احنا لابسينها دي والله ما احنا واخدينها معانا، هنسيب الدنيا دي بكفن. يبقى انت كل اللي كان على وش الارض ده لما كنت عايش كان ليه؟ كان ليه؟ كان ابتلاء وامتحان. سورة الكهف، ان جعلنا ما على الارض، ما على الارض، ايه اللي على الارض ده؟ عربيات، مولات، بضايع، بيوت، فلوس،
أكل شرب، إن جعلنا ما على الأرض زينة له. ليه؟ أحسن عملا، ما قالش أكثر عملا، أحسن أحسن، العبرة بحسن العمل، مش واحد مصلي لي 8 ركعات في دقيقتين ولا دقيقة، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والنهاية وإنا لجاعلون ما عليها، ما عليها إيه اللي كان عليها ده؟ البيوت والمحلات والسوبر والعربيات والفلوس والبنوك، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني أرض قفراء لا زرع فيها ولا ماء. طيب يبقى لازم أبقى أنا فاهم الأمر ده، إن أنا ببتلى من قبل الله سبحانه وتعالى، أنا عايش ابتلى، عايش امتحن، يبقى كل شيء في حياتي بيحصل لي ابتلاء، كل شيء الله عطاهوني ابتلاء، منعوا عني ابتلاء، عطاني ومنع عني ابتلاء برضه، ابتلاء كله ابتلاء وامتحان، والآخر أنت سايب كل ده وإيه؟ ونازل قبرك. صحيح. عشان كده بقى بص، كل نفس ذائقة الموت، وبعدين أنت ميت خلاص أهو، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى هتبتلى وكل اللي على وش الأرض ده هتسيبه وتنزل تحت الأرض عشان تتحاسب على اللي أنت عملته فوق الأرض. يبقى لازم تكون متصور هذا. جميل المعنى. جميل جدا. الشيخ وجدي اسمح لي أخذ مجموعة الصلاة وأعودك مرة أخرى. معنا الأخ نواف، حياك الله يا أخوي نواف، معنا من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وش اسمه، أنا أحب إني أحب إني أشكركم على البرنامج الطيب. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أستاذ نواف. والله يطول عمرك، كنت مقدم متألق صراحة. جزاك الله خير يا نواف، الله المستعان، الله يجعلنا خير وتظنون يغفر لنا ما لا تعلمون. آمين آمين. عندي سؤال. تفضل سؤالك. وش اسمه، دائما نسمع إن المؤمن مبتلى مبتلى مبتلى، أريد من الشيخ أن يوضح ذلك بس. أبشر بإذن الله إن شاء الله. الله يطول عمرك. جزاك الله خير يا نواف، بارك الله فيك في الدنيا والآخرة. بندر من السعودية، بندر تفضل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضل يا بندر، حياك الله. انقطع الخط مع أخونا بندر، وأرجو من الأخوة المتصلين بس يوطوا على ويقصروا على التلفزيون عندما يتصلون، يسمعونا من الهاتف مباشرة. معنا محمد من الدوحة، تفضل يا محمد. ألو مرحبا، حياكم الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج. لا شكرا على وجهك، خير في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. أخوي بس بغيت أسأل سؤال الشيخ، فضيلة الشيخ، بخصوص الابتلاء. الآن إن الله يبلي المؤمن، بس في فئة من المؤمنين حتى الآن يعني لم يبتلوا، هل هذا معناه أي أنهم مش أقرب إلى الله أم ماذا؟ أوكي أوكي. نعم رفعي الصوت شوي محمد، رفعي الصوت هنا شوي. سؤالي فضيلة الشيخ. أوكي خلاص. أيوة. وصل. أيوة وصل. أيوة. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن. أوكي نعم. يبتلي المؤمن، لكن هل إن هناك فئة من المؤمنين لم يبتلوا حتى الآن، هل هذا معناه أنهم لم يكونوا أقرب إلى الله أم ماذا؟ سؤال وجيه محمد ورائع جدا، وشكرا يا محمد من الدوحة. العفو. الله يجزيك خير. معنا أم عمر من فينا. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس عايزة أسأل الشيخ، حضرتك بتقول إن الابتلاء، يعني أنا ربنا ابتلاني بأنه كان عندي بنت وتوفاها الله. كنت عايزة أسأل، مش لما الإنسان بيصيبه ابتلاء بيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ضروري يحصل إن ربنا يعوضني عنها؟ يعني ضروري يحصل في الدنيا ولا بيكون في الآخرة؟ نعم واضح السؤال، وأشكر الأختم عمر من فيينا. أيضا معنا دكتور خالد هنداوي من الدوحة. دكتور خالد حياك الله، تفضل. حياكم الله الشيخ، بارك الله فيك. حياك الله دكتور خالد. بارك الله بعوني وأخانا وصديقنا الشيخ وجدي، حفظكم الله تعالى. عزك الله يكرمك. أنا سؤالي يا فضيلة الشيخ، لو تبين لإخواننا المشاهدين ولنا جميعا حقيقة معنى الفتنة كنوع من أنواع الابتلاء، وخاصة في مسألة حقوق الإنسان، لأن هذه مسألة حساسة اليوم، حيث إننا نرى المتظاهرين مثلا في اليمن، في ليبيا، في سوريا، وبعض الناس خاصة من علماء السلطة يقولون أن هؤلاء يريدون أن يحدثوا فتنة،
والآخرون العلماء الربانيون يقول هذه ليس فتنة، بل الحكام المستبدين هم الذين يحدثون الفتنة. أرجو هذا التوضيح كنوع من أنواع البلاء، وأن الإمام الشافعي قال لا يمكن الإنسان حتى يبتلى. وجزاكم الله خيرا. أشكرك دكتور خالد الهنداوي من الدوحة. معنا أيضا نختم بالأخونا محمد قبل أن أخذ لك الفاصل. محمد من الدوحة تفضل يا أبو جاسم. ألو. هلا محمد تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد. الله يسلمك. بس يا شيخ هذا المريض أو المعاق شلون بده يكون يسعان على بلاءه؟ واضح السؤال، هو سؤال أيضا وجيه. أشكر أخي محمد من الدوحة. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير جدا، في هذا الفاصل ابقوا في ذكر الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود لكم إن شاء الله بعد ثواني معدودة إن شاء الله. كن سعيهم وابن مسجدا، كن عونهم وأخرج زكاتك، كن شفاءهم وابن مركزا صحيا، كن أملهم واكفى يتيما. نوصلها لأشد الناس حاجة وفقرا. اتصل الآن. منظمة الدعوة الإسلامية، رائدة المنظمات الخيرية في العالم الإسلامي. عودا حميدا أيها الأخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. مرة أخرى يسعدني ويشرفني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضل الشيخ دكتور وجدي إغنيم الداعية الإسلامي المعروف. فضل الشيخ أهلا ومرحبا ومسهلا بك في قطر. أهلا بك قبل الفاصل وبعد الفاصل. حياك الله فضل الشيخ، وأهلا بك أيضا في موعدك الليلة مع الإخوة في برنامجك ركاز في حديقة دحل الحمام. بارك الله فيك بإذن الله إن شاء الله. أيها الأخوة، سنبدأ مع أسئلة الأخوة المشاهدين ثم نعود لأسئلتنا من باب الإثارة في هذا الجانب. الأخ نواف سأل يقول المؤمن مبتلى، يعني كيف يكون ذلك وما هي دلالات الابتلاء، وكيف يقيس هذا الرجل أو تلك المرأة ذلك المؤمن أو تلك المؤمنة، ذلك المسلم أو تلك المسلمة أنه مبتلى في هذا الجانب؟ أرجو التوضيح حضرة الشيخ. قال الله تبارك وتعالى سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبقى في كافر وفي مؤمن، اوكي. كافر كافر بالله، مش مؤمن بالله، خلاص مالناش دعوه بيه. قل يا ايها الكافرون لا اعبد لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون دلوقتي، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد قدام. لكم دينكم، لكم كفركم، ولي دين، لي دين الاسلام. طيب خلينا نتكلم عن المؤمن بقى. احنا قلنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. مين المؤمن؟ ايه هو الايمان؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. تؤمن بدون شك، تو بيليف ويزاوت اني داوت، مفيش اي شك، تؤمن بالله تبارك وتعالى. واللي يقوله ربنا سبحانه وتعالى هتؤمن بيه كله خلاص. هيقول لك في يوم اخر وفي ملائكه وفي كذا وفي كذا. طيب الله، الله بيحب مين؟ بيحب الكافرين ولا بيحب المؤمنين؟ بيحب المؤمنين، بيحب المؤمنين. جميل. الله بيحبني، الله بيحبني، ما انا امنت بيه فهو بيحبني. الله امال بيبتليني ليه؟ زي الاخ اللي بيقول لك المؤمن مبتلى عشان خمس حاجات. جميل. شوف بقى الخمسه كلهم عظمه، وتعالى بعد ما اخلص واحد يقول لي لا انا مش عايز واحده فيهم. قول لي ازاي. طيب الاولى، الاولى اول شيء، اول شيء ربنا بيبتلينا ليه؟ عشان يمحص ايمانك. مش كنت لسه بقول لك انا حافظ القران؟ سمع لي كده، سمع لي. تيجي تقول لي قول سمع الفتحه، اقول لك فتحه ايه يا راجل انت؟ صحيح. ايه اعراب؟ اقول لك انا حافظ قران. تقول لي سمع الفتحه؟ فتحة دي يقولها لك واحد عنده 6 سنين لسه ولا 7 سنين. ها ايه انا محص محص؟ ها العربية بتاعتي زي ما قلت قوية، روح بيها مش عارف ايه، يلا ابني بالطوبة، وريني الطوبة دي، الطوبة دي تمام، يلا ابني ابني ابني، حمل عليها لانها ايه؟ قوية. سورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص
الذين امنوا. طيب ادي واحدة. اتنين طبعا بسرعه علشان الوقت. اتنين ربنا بيبتلينا ليه؟ عشان يكفر عن سيئاتنا والبلاوى اللي عملناه. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم، تخيل هم، هم، ولا غم مغموم، ولا حزن، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. يعني انت بتبقى قاعد ساعات تيجي تقوم الشباك مفتوح انت مش واخد بالك، دب على دماغك، اوف يا رب ايه ده، انا انا احمد ربنا شالت شالت شويه بلاوي من اللي انت عاملهم، زعلان ليه؟ يبقى رقم واحد تمحيص ايمان، اتنين تكفير عن السيئات، خاصه بقى اخواننا المرضى بقى، شوف كل شكه كل ابره كل بتاع ده محلول دم، ها ها، يبقى تكفير عن سيئات. طب واحد يقول لي ايه؟ لا انا ما عنديش سيئات. ازاي؟ الحمد لله بصلي على طول، والصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، مكفرات ما بينهن، وما بعملش كبائر، وبستغفر ربنا، وبتصام، ما عنديش سيئات. الله المستعان. يبقى ربنا يبتليني ليه؟ جميل. يعني انت رايح الجنة؟ اه ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب رايح الجنة. طب فين في الجنة؟ حديث في البخاري: اعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجة والاخرى ما بين السماء والارض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجتك في الجنة، يلا رايح الجنة بيرفع درجتك. يبقى واحد تمحيص إيمان، اتنين تكفير سيئات، تلاتة رفع درجات، أربعة تصحيح مسار. تصحيح مسار إزاي؟ كنت أنا راجل فقير على قد حالي، وربنا اللي بيدهوني يا دوب معيشني، فربنا وسع عليا شوية، عطاني شوية فلوس، هوبا سجاير ليه؟ ربنا كرمني الحمد لله، بشرب سجارة عشان ربنا عطاني الحمد لله كده. طب خد اتعدل اتعدل، ربنا عطاني فلوس الحمد لله، رحت جايب طبق 240 هتعمل ايه ب 240؟ ده بيجي من ايطاليا والمانيا وفرنسا. طب وانت بتعرف تتكلم ايطالي وفرنساوي؟ امال جايبه ليه؟ ها، ودول اصلا عندهمش عورات، دول ما عندهمش عورات. فكرتني بنكته، معلش نضحك الناس شويه كده، الناس يعني كويس انهم صابرين علينا. يعني واحد حط البتاع ده الدش ابو 240 ده، تصور 2 متر و40 سنتي، 2 متر و40 فوق السطح، فخاف حد يطلع يحركه ولا حاجه، فطلع اشاعه قال على فكره انا فوق طبق، حاطط طبق فوق اللي هو الدش ده، بس جبت بقى كلب، كلب فوق مسعور، اللي هيطلع هيقرب من الطبق الكلب هيهرسه على طول. فالناس ما حدش طلع. فواحد بيقول للتاني: لو انت راجل بقى اعمل لي فيها راجل، اطلع فوق السطح بقى. قال: اطلع لك فوق السطح. طلع يجري فوق السطح، وبعدين نزل يجري. بنقول له: بتجري ليه؟ شفت الكلب؟ قال: لا، شفت الطبق اللي بياكل فيه، فاكتكر ان ده اللي بياكل فيه يعني. طب انت جايب طبق زي ده ليه؟ طب خد امتحان بقى. ليه؟ صحح مسار، صحح مسار. خمسة، يبقى نمرة واحد تمحيص ايمان، اتنين تكفير سيئات، درجات، اربعة تصحيح مسار، خمسة قرب من الله. ازاي قرب من الله؟ انا قاعد انا واخويا عايد دلوقتي، هنقول له ايه؟ ادعي ربنا كده يا اخويا عايد، ادعي لنا كده الله يكرمك دعوه. هيقول اه، فانا بقول ايه؟ هو بيقول اللهم كذا، فانا هقول اهو اهو دلوقتي، بص اه، اللهم امين يا رب، امين امين. انت عايز امين اللي انا بقولها دي؟ دي زي واحد دلوقتي نايم على السرير في مستشفى، والخراطيم في مناخيره وبقه وفي ايده، ويقول يا رب. عايز واحد في سجن مقفول عليه، سجن حديد، ونايم على الارض في وسط الحشرات، قول يا رب. شتان، الله ينور عليك. اذا ده قرب من الله، لما ربنا بيبتلينا ويختبرنا نقول له يا رب. شوف كلمة يا رب طلع ازاي، يا رب. وكل ما الابتلاء شديد، اللي قاعد ده بيتألم في مستشفى، اللي قاعد مكسور، اللي قاعد رجله مش عارف حاطين له تقلة حديد، ال كل ما ابتلى كل ما اقترب اكثر. الله اكبر. فدول الخمسة، كل ما ابتلى كل ما اقترب. تنقص ايمان، جميل. تكفير سيئات، جميل. رفع درجات، تصحيح مسار، جميل. ثم جميل. قرب من جميل جدا. اذا ناخذ مجموعه اتصالات ايضا. أوكي. ثم نعود بكم اخر فضل الشيخ معنا. أوكي. ابو بلال من الدنمارك، حياك الله يا ابو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. السلام على شيخنا الكبير. الله يعزك. حياك الله يا ابو بلال. الطويل مش الكبير. اذا سمحت لي شيخنا، اذا سمحت لي بدي شويه احكي، طول شويه بي. لانه انا ابتليت بابني، ابني عمره 13 سنه وطرقته السياره. يا ربي صلى الله عليه وسلم.
كان كتير معنا منيح يعني. سبحان الله. وكان مرض كتير. وأنا عندي لحتى بدي، وإحنا لحالنا، إحنا هون قاعدين كرية وما في حدا معنا. وكتير اتضايقنا. وصرنا نتصل على السعودية لحتى حدا يبرد لنا أرضنا ولحتى نصبر لحتى. ونحن مسلمين والحمد لله. متى كان ذلك يا أبو بلال؟ متى كان ذلك؟ الله المستعان، الله يتغمد ويصبر ويصبره ويذويه. يعني وكنا نحن الله اعلم يمكن مقصرين. انا عندي محل بيتزا، حتى اللي كان هلا عم بيسمعنا هلا من العالم من المسلمين يمكن مقصرين. نحن عندي محل بيتزا بيشتغل بالخنزير، بيع كحول. يمكن الله اعلم بدي من الشيخ الله يبارك فيه يا رب انه ينورني. ولكن انا ما مقصر من ناحيه العالم، من ناحيه ال 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 تبرعات. يعني تبرعات ايه يا حاج؟ انت بتتبرع منين؟ من الخنزير ومن الخمره؟ انت بتتبرع من الخنزير ومن الخمره؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. حرام عليك يا راجل، انت راجل مسلم. جميل. انت تبيع خنزير ولا تبيع خمره برضه؟ جميل جدا. ناخذ نعم. طب هنرد. حاضر هنرد. ابو بلال نسال الله ان يصبرك. امين يا رب. امين يا رب، يعوضه خير، يعوضك خير ان شاء الله عن ابنك. ولعلها ان شاء الله لفتت ابتلاء اراد الله سبحانه وتعالى لتصحيح المسار. وستسمع من الشيخ بعد قليل ان شاء الله. معنا ام محمد، تفضل يا ام محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. حياكم الله، تفضل يا محمد. لو سمحت أنا بدي أحكي عن موضوع الابتلاء. إنه أول إشي أسأل الشيخ وجدي ونام الدعاء لكل مبتلى إنه الله يرفع عنه هذا البلاء يا رب. أمين. وأوجه عبر هذه القناة الرائعة قناة قطر نداء وصرخة لكل من يوحد الله ولديه القدرة أن يساعدني لوجه الله تعالى في سداد ديوني، ونداء لأمراء وأميرات وشيوخ قطر إنهم يمدوا لي يد العون والمساعدة. فأنا إينا. الله أعلم. شكرا يا محمد، ونسأل أن يعني يبعد هم المهمومين وأن يزيل حزن المحزونين وأن يدفع الدين عن المدينين إنه بذلك القادر. أبو علي معنا البحرين. أبو علي حياك الله، تفضل يا أبو علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. جزاكم الله ألف خير يا شيخ. حياك يا أبو علي وجزاك الجنة. جزاكم الله خير يا شيخ وجدي إن شاء الله. الله يكرمك حبيبي. شرفتونا في قطر إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخ عايب نحبك في الله. أحبك الله يا أبو علي. جزاك الله. اللي باضت نبغي نتكلم وياكم بس ما فعلنا مجال، بس الحمد لله جت الحلقة بعد في الابتلاء. الله يحييك أبو علي. شيخ عايب، أنا مبتلي مع إخواني يعني مع أسرتي. اللهم يعني ما في تواصل بينهم ولا في اتصالات وقاطعينا وفي شيء ثاني بس أبي أقوله لك يعني شخصي. شيخ عايض، إذا أسألك بالله يعني تأخذ رقم تلفوني إن شاء الله. خدري أترك الرقم عند الأخ دريس إن شاء الله ونتواصل معك إن شاء الله. أسألك بالله تتصل بعد الحلقة يا شيخ بإذن الله إن شاء الله. أبشر إن شاء الله بإذن الله. بس أترك الرقم عند الأخ بطي الكعبي وإن شاء الله نتواصل معك بعد الحلقة. أبو مشاري من السعودية. أبو مشاري حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحب أمسي عليك وعلى الشيخ. حياك الله. الله يجزاكم عنا خير الجزاء. وإياك. لو تكرمت عندي أربع أسئلة بس حبيت أخذها بعجالة. السؤال الأول، طال عمرك ضربتم قبل قليل اللي هو الآية اللي هي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هل هناك حكمة يعني للتسلسل هذا الآن الوارد في الآية؟ السؤال الثاني اللي هو ما المقصود بالثمرات؟ لأنه أنا يعني أحس في هناك ارتباط بين الجوع وبين الثمرات، فهل هناك يعني الثمرات المقصود فيها الشيء؟ جميل. أيضا السؤال الثالث اللي هو طال عمرك الآن لو قدر الله سبحانه وتعالى على شخص في ابتلاء معين، هل هناك عمل يساعد على يعني تنزيل رحمة الله سبحانه وتعالى على هذا العبد وكف هذه المصيبة عنه؟ أعد السؤال الثالث. تخفيف المصيبة. تخفيف لو قدر الله سبحانه وتعالى على العبد في مصيبة معينة لأجل هو يعلمه، هل هناك عمل يعني نعم. ينزل رحمة الله سبحانه وتعالى نعم. على هذا نعم. العبد نعم. ويجعله الله سبحانه وتعالى يكف هذه المصيبة عنه؟في السؤال الرابع طال عمرك الابتلاء الآن درجات، صح ولا لا؟ نعم 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 نعم. فيعني طبعا كل صبر كل صبر تمام، الصبر طبعا يكون الجزاء عليه درجات نعم او نعم. او متفاوته يعني صحيح. فهنا هذا صحيح يعني حبيت اتاكد او انه الصبر عموما جزاء واحد.
شكرا لكم وما قصرت، الله يعطيك العافيه. نعم شكرا. وناخذ اخر اتصال في هالفتره فقط حتى ننهي الاتصالات. بلال من السعوديه. بلال، بلال تفضل يا بلال من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضل. طال عمرك حبيبي، تفضل. حياك يا شيخ. الله يعزك، الله يبارك لك. والله يا شيخ لك محبه عندنا بسوريا لا يعلمها الا الله. الله يكرمك ويبارك فيك الله. يا رب ان شاء الله ينصرك. منك بس كلمه توجهها للشباب بسوريا يا شيخ. يا شيخ حاضر حاضر. شفت الاوضاع اللي بسوريا؟ والله العظيم بيروحون هالنظام الكافر اللي عندنا يا شيخ. حاضر باذن ان شاء الله. تسمع ان شاء الله، واسال الله عز وجل ان يرفع الهم عن اهل سوريا. فضل الشيخ، نعود لاسئله الاخوه ونحاول نجيب عليها بايجاز وننتقل مره اخرى الى ام احمد. سالت يعني هنا بعض المؤمنين يغدق الله عليهم وينعم عليهم وبعض الاخر يبتلى في هذا الجانب، فهل علامه العافيه للمؤمن دليل على انه لم يكن على الطريق الصحيح؟ لا لا لا. ام انه لم يكن قريبا من الله؟ ارجو توضيح هذا الشيء. لا لا، في حديث بس انا ما اعرفش صحته الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منكم من يعيش في عافيه ويموت في عافيه ويبعث يوم القيامه في عافيه. ده فضل الله بقى، لا حرج على فضل الله، مالكش دعوه بقى من الموضوع ده، ما تقولش مين وليه وازاي. زي بالظبط 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب. مين الذين لا يتطيرون ولا على ربهم يتوكلون؟ طب يا رسول الله اجعلني منه، عارف الحديث. نعم. إذن موضوع العافية ده مش شرط، لا لا، إنما أنا لو عشت في عافية الحمد لله، لا تتمنوا لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألوا الله العافية. ها؟ لكن إذا لقيتموه فاصبروا واثبتوا. إذا لقيتموه ليه؟ أنا ما أقولش يا رب ابتليني يا رب، أنا ما أضمنش ما أضمنش. افرض والعياذ بالله سقطت في ابتلاء الله. بس في نقطة عايز أوضحها هنا مهمة جدا أقولها لإخواني وأخواتي. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ ابتلاء ربنا شديد. بقول لك يا شيخ عايض، أنا مش ممكن، أنت ما تعرفش أنا فيها إيه؟ أنت بقول لك إيه؟ أصل أنا إيه؟ اسمع كويس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت ولها ما وعليها ما اكتسبت، أواخر سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق. فما دام الله بيبتليك، الله يعلم إنك تصبر على هذا الابتلاء، انما مش هيزود عليك. لو زود عليك ويعلم الله انك مش هتطيق ما كانش يدي لك الابتلاء. لا 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 لا, لا. الله ان الله لطيف بعباده عز وجل. لا 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 لا, لا. عارف زي ايه؟ يعني مع الفرق في المثل، زي المجرمين دول اللي كانوا بيعذبونا في السجون وبيعذبوا الاخوه في السجون، يفضل يعذب 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 يعذب، والاخ يعني متحمل العذاب، يا رب صبرني يا رب. لكن لما بيزيد العذاب خالص خالص بيحصل ايه؟ بيموت. ما اقدرش استحمل بقى خلاص، فربنا بيرحمني، ربنا يرحمه على طول يموته، مش هيقدر يستحمل. طب اذا كان الله رحيم بعباده، يوم ربنا لما يبتلي الانسان يجي يقول لك مش قادر، شيل يا رب عني بقى، مش معقول كده، كفايه، مش طاقم. لا 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 لا، تقدر تقدر ما دام ربنا سبحانه وتعالى ما زودش عنك، لانه يعلم ان دي طاقتك، فبيديك على ايه؟ على قد طاقتك سبحانه وتعالى. طيب فضل الشيخ، اذا حقيقه الفتنه ومعنى الفتنه والابتلاء، يعني ذكر خالد ومعنى حقوق الانسان وخاصه ما يحدث الان في بعض البلدان فيما يتعلق بالظلم والقهر والقتل والتعذيب الذي لم يتصور في ذهن الانسان، صح، من طرق تعذيب وحشيه لعل ما حدث في العراق وبعض من الدول وكل البلاد العربيه. فنريد يعني توضيح هذه المساله من الدكتور خالد هنداوي. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني بالله عليك، امي الله يرحمها رحمه واسعه تحمل فيا 9 شهور وترضعني في 2 سنين، وابويا وامي يصرفوا عليا ويعلموني ويخلوني بني ادم، ياما سهرتهم بالليل، ياما انفقوا عليا، ياما ياما ياما، وكبرت وبقيت راجل، تاخدني انت تقعد تعذب فيا لغايه ما اموت؟ ده ايه ده؟ لو تخيلت انسان ماسك قطه او كلب بيعذب فيه، والكلب بيصرخ والقطه بتصرخ، ده منظر هتشوفه تقول انت بني ادم انت؟ يا اخي خلي عندك دين، حرام عليك يا مجرم تعذب حيوان. امال بتعذب انسان اللي ربنا كرمه ويدوسه بقدمه ويمشي عليه ويقول قول الكفر ده بيقول له قول الكفر، قول الكفر بلسانه كده، قول يلا سمع سوره الترابيزه، يلا سوره الترابيزه سوره المائده، يعني سوره المائده، شوف السخريه، سمع سوره الترابيزه اللي هي سوره المائده، قول يا حسن مبارك لا اله الا هو كده. عنا دول بني ادمين، اقسم دول مشوهين، بس الحمد لله ربنا سخرهم لينا
عشان يدخلونا الجنة. ما دول لو ما عذبوناش ودخلونا السجون. طب هنيجي في الآخرة يعني. بص الآية سورة الزمر، الآية سورة الزمر، أرجو من كل إخواني وأخواتي اللي سألوا الأسئلة دي يطبقوا الآية دي على الأسئلة دي كلها. قال الله عز وجل سورة الزمر: إنما حصر قصر يوفى الصابرون، الصابرون أجرهم بغير حساب. صح. يعني إيه بغير حساب؟ هات سورة الأنعام في الآخر: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب هات سورة البقرة: والله يضاعف لمن يشاء. 2 4 6 والله يضاعف 2 4 16 32 64. لكن مع الصابر لا 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 لا، لا بحسنة بعشرة ولا بيضعف، بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ اقرا في التفسير: يغرف لهم من الحسنات غرفة. الله، يغرف لهم من الحسنات غرفة. فين الصابرون؟ تعال 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 يا صابرون يا صابرات، تعال اغرف اغرف، خد حسنات، مش بقى حسنة وعشرة واثناشر. فهمني؟ طيب سؤال هنا، انت بتغرف ليه حسنات في الاخرة؟ اصلا انا كنت من الصابرين على ايه؟ كنت من الصابرين على ايه؟ ها؟ يبقى لازم يكون في ابتلاء. الاخ بقى اللي بيتكلم عن درجات الابتلاء، الله ينور عليك، انت عايز تجيب ابتلاء واحد خبطته عربية في ايده، زي واحد اتقطعت ايده، زي واحد اتقطعت ايده ورجله، زي واحد جاله شلل، زي واحد مات، زي 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 زي، مش ممكن. علشان كده مثلا الصيام، كل عمل ابن ادم له الا الصيام، حديث صحيح، فانه لي وانا اجزي به. ازاي؟ جميل. ازاي واحد صايم من غير سحور زي اللي صايم بسحور؟ لا. واحد الصيام بيتعبه جدا جدا زي واحد السحور عنده، فيري ايزي، سهل جدا جدا انه يصوم. واحد 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 واحد، فالله عز وجل اللي بيجزي للاجر والثواب. جميل. يبقى لما نقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. طب بالله عليك خليك معايا، لو انا يعني مثلا ما ابتليتش خالص في الدنيا وكذا وكذا وكذا، وجيت في الاخره وقفت جنب اخويا عايض، واخويا عايض عمال ايه يغرف من الحسنات، الله ايه ده، ده ما شاء الله درجته فوق، ده الله ده طالع فوق في الجنه. قال طب يا ربي ده بيغرف ليه يا ربي؟ قول له مثلا ده 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 وده 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 وده. انا ساعتها حاول ايه؟ طب كنت ابتليتني يا ربي زيه؟ قال لازم هو كان دلوقتي بيغرف، كنت ابتليتني زيه. طب لما ربنا يبتليني زيك في الدنيا ارجع اقول ايه؟ ليه يا ربي ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه يا ربي ليه؟ واشمعنى انا وربنا ما يبتليناش الا انا؟ ومن يوم ما صلينا وعرفنا ربنا والمصايب نازله ترف فوق دماغنا، ياخد اللي حلت يا راجل، طب نروح حد مش عامل حمل. الله الله الله، وجاي في الاخره تقول بقى انا عايز الاجر وعايز الثواب وعايز الحسنات. جميل، احسنك يا شيخ ونفع بك في الدنيا والاخره. اسال الله ان يحفظ كل من ابتلى وان يصبره وان يخلف له خيرا. ام عمر من فيينا ذكرت امرا جميلا، قالت اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. فهل يخلف لها الله؟ يعني تنتظر، هل العوض سيكون في الدنيا ام الاخره؟ تنتظره في الدنيا ام تنتظره في الاخره؟ اما هذا فضل الشيخ، شوف رحمه ربك عز وجل سبحانه. اصل ربك مش هيفتننا برضه، ولولا ان يكون سوره الزخرف، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. الكفر ربنا سبحانه وتعالى مش هيديهم حاجه في الاخره. اوكي طيب، يبقى ما لهمش في الاخره، اديله الدنيا بقى، انت هتحرمه دنيا واخره؟ طب لو ربنا عطاله الدنيا وجعل السلالم بتاعته ذهب والسقف بتاعه فضه، كنا احنا فتنا، احنا كمسلمين نقول ايه؟ الله، الكفر شوف عايزين عايشين ازاي، ده ربنا منعمهم قوي في الدنيا، امال احنا فين بقى؟ امال احنا لا، من فضل الله بقى، من فضل الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، نسمع اخواني واخواتي: ان الكافر اذا عمل حسنه ملوش في الاخره، ملوش في الاخره، حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، كفر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، انه مش على ايمان. سوره الفرقان: كمثل الرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف، سوره ابراهيم، وموجوده في سوره النور: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طب يبقى هو ملوش حاجة في الآخرة. صحيح. كويس، اديله الدنيا بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. اديله بقى فيلا، عربية، رصيد في بنك. طب وأما المؤمن، أختي أم عمر اللي بتسأل في فيينا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة، بس هيحرمنا في الدنيا ونفضل باصين للكفره كده اللي بيتنعموا، ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. الله اكبر، يوم ربنا يديك الاثنين،
يديكي في الدنيا بس حاجات بسيطه صغيره اصلها دنيا وسايباها انت ومروحه، لكن يدخل ليكي فين؟ كتناح بعوضه. فين؟ في الاخره. سوره القصص في الاخر، وابتغي فيما اتاك الله ايه الدار الاخره، وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وان كنت ناس افكرك ما فيش مشكله، ها واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. فربنا هيعوضك، هيعوضك لانه هو الله اللي بيحبك فبيبتليك. يعوضك ازاي؟ ما اعرفش. الله في الدنيا في الآخرة، يديك هنا ما يديكش هنا، يمنعك من هنا ويديك كله هنا. الدعاء الدعاء بالدعاء والإلحاح. هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فوض أمرك إلى الله، ما سوى نعم بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله. طيب فضل الشيخ، يعني هنا الابتلاء في فئة من الناس الذين ابتلوا في بعض الابتلاءات الجسدية، ناهيك عن الابتلاءات أيضا في النفس، المريض ذلك الذي ابتلي حقيقة. وأنا أذكر فيما مضى كنا نزور مع مجموعة من الشباب لدينا مستشفى حمد العام لدينا حقيقة، فكنا ممن زرنا في العناية المركزة شاب كنا نزور بين فينة والأخرى، وكان لا يتحرك إلا رأسه سبحان لأنه كان حادث سيارة فشل شلل كامل لم يبقى إلا رأسه، فكنا نزوره وكان دائما إذا زرناه نجد المصحف مرتكز عنده في أهله يركزوا له، فنسأله محمد كيفك؟ طبعا توفى الله يرحمه محمد، كيف أمورك؟ طيب شني عنك؟ يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا يتحرك إلا رأسه في هذا الجانب. فهذا المنظر حقيقة أثر فينا كثيرا حقيقة، ولذلك من أراد أن يستزاد بإيمانه فليزور تلك المستشفيات ليرى تلك العبر والعبرات حقيقة، والقبور كذلك. فتوجيهك ورسائلك لمن ابتلوا في جزء من أطرافهم أو أجسادهم، أولئك الذين في غزة وقد بترت أطرافهم، وأولئك الذين في ليبيا وقد بترت أطرافهم، ورأيتهم في تونس وغيرهم، أرجو أن ترسل رسائلك الإيمانية الربانية لأولئك الذين ابتلوا في أجسادهم. المرض بينقسم قسمين، إما مرض مؤقت أو إما مرض مستديم. يا إما مؤقت تمبرري كده، يا إما فوريفر بقى على طول مستديم. مستديم زي بالظبط الصيام، لما ربنا قال لنا إيه في الصيام؟ قال فمن كان منكم مريضا، مريضا مرض إيه؟ مرض يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه، يرجى برؤه، يبقى في عدة من أيام أخرى. لكن طب والمرض الذي لا يرجى برؤه، ما مش حاشفة منه خالص خالص، لا هعرف أصوم رمضان ده ولا رمضان ولا طول عمري، خلاص مش هصوم رمضان. يوم يقول إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخر. طيب نفس الكلام بنقوله، أنت مرضك مؤقت ولا مستديم؟ والله أنا مرضي مؤقت، خدت إنفلونزا كسرت عظمي وبقيت نايم أقول يا رب يا رب مش قادر، أو عمليتي أو عملية وبعدين هتقوم منها ما شاء الله وتمشي وتتحرك، ده مرض مؤقت temporary، ده مؤقت. لكن لو مرض مستديم أقول له يا بختك يا بختك. ليه؟ سبحان الله. كل لحظة بتمر عليك بتاخد الأجر والثواب. الله، يبقى مش عايز أجر والثواب كل لحظة. طب سؤال بقى هنا، بس إيدي اتقطعت، ده رجلي اتقطعت، كويس، ولو إيدك ما شاء الله والترابيس والمجانس والعضلات بعد ما تموت هتروح فين؟ هتتحط في التراب، هياكل الدود. دود، الدود هياكل. لا ما تخليش الدود ياكل، علشان دايما احنا نقول ايه بقى؟ يا رب بعزتك وقدرتك ما يلاقوا فينا حاجة يا رب، ولا الدود يأكل فينا حاجة، ولا حد يقعد يغسلنا ولا يقعد يستر في عورتنا، لا نتوفى ربنا يتوفانا شهداء ما يلاقوش فينا حاجة كده، وعند الله عز وجل يقعد بجسمنا ده. بقى أنا عمال ألعب رياضة وما شاء الله عشان الدود يقعد يأكل، يعني أنا بقى أعد وجبة شهية للدود؟ لا والله ما يأكل فينا الدود إن شاء الله، ما يلاقوا فينا حاجة. فبختك اللي تقطعت في سبيل الله وانت حي، لو نزلت بجسمك سليم في القبر الدود حياكلك، هتنزل دلوقتي والدود حياكلك، بس اللي اتقطع منك زي سيدنا جعفر بن ابي طالب غزوة مؤتة جمادى الاولى سنة 8، قطعت يمنى ثم قطعت يسرى ثم قطع نصفين، وجد في الجزء الاعلى ده 50 طعمة كلها من الامام، كان له محمد وعبد الله عياله، لما كان الصحابة ينادوا عليهم يقولوا له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت يمنى ثم قطعت يسرى ثم قطع نصفين، فأبدله الله عوضا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. فعرف ويعرف أنه جعفر الطيار. يا بختك يا بختك اللي اتقطعت في سبيل الله، يا بختك اللي طالع علشان تغير منكر فضربوك بقنابل ولا جالك عاهة ولا، يا بختك، أجر وثواب إن شاء الله. جميل. أبو بلال من الدنمارك ذكر أنه فقد ابنه قبل 6 شهور بحادث سيارة في هذا الجانب، وقلت ضايقنا وحاولنا نتصل على من يواسينا، ولكنه ذكر أنه يعمل في محل بيتزا ويبيع فيه الكحول والخمور والخنزير. فرسالتك إلى من يعمل في تلك المواطن، وهل يمكن أن يغير مساره؟
اخي الحبيب ابو بلال وكل انسان. انا عشت في امريكا 4 سنين ولفيت العالم كله. حاجة من الاتنين، يا تعيش بدينك وتعيش باسلامك، يا ترجع بلدك تاكل تراب بس خش الجنة. ما تاكلش لحمة وفراخ ومصيرك جهنم. لا انا اكل تراب من الارض، اسيب في تراب بس اخش الجنة. انما ابيع خنزير، ابيع خمرة، لعن الله الخمر بائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها، واللعن هو الطرد، طرد من رحمة الله. الله بيقول ده حرام، انت تبيع الحرام؟ ما تقوليش بقى ايه لما انا ما اشربوش. طب ما تروح تعمل لك بيت دعارة وانت مش بتزني برضه، ينفع تروح تعمل بيت دعارة وتقف لك بره؟ يا اخي اطب مطعمك تستجب دعوتك، اطب مطعمك تستجب دعوتك. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. بقى انا اكل مراتي واكل عيالي حرام ليه؟ يعني خلاص الرزق انتهى؟ يعني ربنا مش هيرزقك الا من الحرام؟ استغفر الله يا اخي، ده ربنا بيقول في سوره الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فكانت نصيحتي لكل اخواني اللي كانوا في اوروبا وامريكا والعالم كله بره، عيش بحياتك بدينك، عيش باسلامك، اوعى تضحي بدينك في سبيل الدنيا. يوم ما هتنزل قبرك مش هيقول لك انت كنت في فرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا ولا الدنمارك، هيقول لك من ربك، من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك. فلعل الله بيفوقك بموضوع ابنك ده، ابنك راح فين وانت شفته قدامك؟ يا رب يجعله يعني زخرا لكم في الجنه، وياخد في ايدك، ياخد بايدك ان شاء الله ويدخلك الجنه في الاخره باذن الله. المطلوب منه الان، المطلوب منه الصبر والاحتساب وتصحيح المسار وتغيير المسار. تصحيح المسار، تصحيح المسار كله في ارمي ارمي وابدا من جديد بالحلال، وربنا هيبارك لي ان شاء الله. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني عندنا ايضا السؤال، الدعاء ليكون مبتلى، وذكرت الاخت ام محمد الاردن، كذلك ايضا مبتلى اخونا ابو علي من البحرين، صلاني اجمع بينه وبين اهله مع اخواني بعدم التواصل واهلي، فرساله لها ايضا في هذا الجانب. خير رساله. بص يا اخويا عايض، الله يعزك، احنا قلنا هنبتلى هنبتلى، اوكي خلاص كده، انت هتبتلى هتبتلى. طيب ارجو من اخواني المستمعين واخواتي يجاوبوني على السؤال ده، تقبل تقبل ان الله يخيرك؟ احنا قلنا ربنا هيبتليك هيبتليك خلاص. طيب تقبل ان ربنا يقول لك يلي هتختبر، اختار ابتلاءك واختار اختبارك، يلا كل واحد يختار ابتليك ازاي. كان فينا واحد هيقول ربنا ازاي؟ صحيح. لو ربنا بيقول لك قول لي انا هختبرك هختبرك، ولا نبلونا خلاص، ولا نبلونكم وتبتلون وتبتلون وتبتلون، خلاص 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 قول لي اختبرك ازاي. صحيح. هتقول له ايه؟ احنا كان معنا واحد في السجن مره، اول ما دخلنا السجن اول مره سنه 81 قعدنا فيها سنه، وزي ما دخلنا زي ما طلعنا، فكان واحد معنا في السجن يقول ايه ده السجن وطوره يا نهار اسود، انا كان عندي ربنا ياخد حد من عيالي وما كنتش اجي هنا. اقول له كويس، يعني لو ربنا خد حد من عيالك؟ كنت هصبر، هو هبقى كويس. طب ربنا جابك هنا عشان يعلم ان هو ده الابتلاء، مش دي سوره الفاتحه بقى؟ وانا هسمع لك سوره الفاتحه عشان تبين انك انت راجل حافظ القران، ده كلام. تمحيصك يكون فين؟ فين؟ في الحته اللي توجع. جميل. الله، امال هتبتلى ازاي؟ امال تبتلى ازاي؟ كلام منطقي. فانت مش هتقول له ايه؟ طب يا رب اقول لك ابتليني بانفلونزا 3 ايام بس. طب ربنا هيبتليني، طب اقطع لي ايدي. طب خد ابني. طب انا حد في العيال؟ الله اعلم. والله اقول لك الله ادرى بابتلاء. الله يعني. اكبر. يبقى مش هتختار ابتلاءك، ده من رحمه ربنا. جميل جدا. من رحمه ربنا بينا. انما لازم ولابد وضروري وحتما هتلاقيها. يا في ابوك، يا في امك، يا مراتك، يا حد من عيالك، يا فلوسك، يا صحتك، يا عربيتك، يا جارك، يا مديرك، شغلك، لازم هتلاقي. وليس الابتلاء فقط بالشر، وانما ايضا بالخير، فتنه. ما هو مش شر، ما هو لنا الشر فين؟ خلي بالك الايه بتقول ايه، سوره ال عمران. هات لا هات الاول سوره الانبياء وبعدين نشوف سوره ال عمران. سوره الانبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. انه شر، شر يعني ايه؟ ازاي تحكم على الامر ده انه شر الاول؟ ها بص سوره ال عمران، عد الاربعه. قل اللهم مالك الملك، يعني بص بقى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع. انا بقى هسال حضرتك تجاوب، تؤتي ده خير ولا شر؟ تؤتي خير. خير. طيب وتنزع الملك شر. شر. وتعز من تشاء خير، وتذل من شر. تشاء ربك قال في الاخر بيدك الايه؟ خير. الخير يعني ايه خير؟ تؤتي خير. طب وتنزع خير،
وتعز خير، طب وتذل خير. ازاي خير؟ سورة البقرة، وعسى أن تحبوه نفسي شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا مش عايز وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. لا تعلمون. فالشر اللي أنت بتقول عليه شر، والله العظيم قمة الخير ليك، أنت ما تعرفش الشر فين. صحيح. مثل بسيط قوي، واحد جاي له عقد، كان الدول الخليجية زمان بقى، ومضى العقد، وإيه بقى هياخد قد العقد بقى في دول الخليجية، هطلع أشتغل برة بقى، قبضوا عليه ودخل السجن. يا دي المصيبة، مالك يا ابني بتبقى لا وضع له. جات امه تزوره، الف مبروك يا ابني وحمد لله على سلامتك، ايه الطيارة اللي كنت طالع فيها وقعت وراحوا اللي فيها كلهم. الحمد لله يا رب. يا اخويا الحمد لله طالع من قلبك قوي ليه كده؟ عشان الطيارة وقعت وانت ما كنتش تعرف ان الطيارة وقعت، مش كده؟ قيس على ده بقى، قيس على ده حاجات كتير جدا. والله العظيم اقسم بالله قدر الله هو الخير، بس انت ما تعرفش الخير فين. الايمان بالقضاء والقدر، خير هو شر كده بس. نعم. انت بتتصور ان الوظيفه دي ما جاتلكش يبقى ده شر، والله العظيم قمه خير. مهد. بس هتعرف في الاخره بقى كان خير ازاي. جميل جدا. او ربنا بيودك في الدنيا كده. جميل جدا. اخذ مجموعه اتصالات. مع عليكم مره اخرى فضل الشيخ اذا سمحت لي بذلك. تفضل معنا ابو نايف من السعوديه. ابو نايف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو نايف. الله يبارك فيك. حي ضيفك الكريم. حياك ربي دوما. الله يعزك. والله يبارك فيك. الله يبارك شيخي ووالدي. حقيقة من حسنات هذا البرنامج الطيب المبارك من بطل أمي، نلتقي بوجوه من مشايخنا نتعرف عليهم من مصر وغيرها. جزاك الله خير أبو نايف. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلات قطر مصر من الشيخ عايض. جزاك الله خير يا ابو نايف، الله يتقبلنا منك. يا ريت الشيخ عايض اللي طلب لو تدخل بنا الى المغرب الحبيب بعد من الجزائر وغيره حتى تستقبل. باذن ان شاء الله. باذن ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. هذا الطلب راهنا ان شاء الله الاشاره، وابشر بخير ان شاء الله. نعم. وانت التقيت شيخ عايض عوضي من الكويت، الشيخ العوضي. نعم دكتور محمد العوضي. نعم دكتور محمد العوضي ودكتور نبيل العوضي. نعم انا يعني شخصيا احبهم بحب في الله، وكل واحد منهم كان يستحق حلقه لوحده، فيا ريت ان تخصص كل واحد منهم حلقه ان شاء الله. الاسبوع الجاي بيكون الشيخ محمد نبيل العوضي. الله. وبعده باسبوعين ان شاء الله بيكون دكتور الله محمد العوضي. ان شاء الله. وكان المفروض يكون عنده ملايين. نعم. الكويت، لكن الظروف حالت بيننا وبينهم. الله يسلمك. تحياتي لهم. جزاك الله خير. الله يحفظهم جميعا. الشيخ وجدي اليوم هو الحمد لله يعني حبحنا فيه، وحتى نشيد البرنامج هذا حتى يسمعني الاخوه المستمعين ان هذا البرنامج فيه ميزه، انه يتصل بك لا يصرف من رصيدك شيء، وهذه ميزه يعني ليش لا يدخل على الربح، بل يدخل على الربح الالهي. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. هذا الواجب يا ابو نايف. شكرا لك، نفع الله بك الدنيا والاخره. سؤالي شيخ. نعم السؤال. عشان الشيخ، هل يجوز للمسلم المبتلى ان يدعو ان يدير عنه اوع البلاء ان يصبر عليه افضل له؟ وشكرا. جميل سؤال وجيه. شكرا. باذن ان شاء الله. جزاك الله خير يا ابو نايف. معنا زينب من الدوحه. تفضل يا زينب. زينب من الدوحة. من معاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت عايز أكلم الدكتور وجدي. أموري تفضلي. أيوة أنا من مصر ومدينة خليج. أنا من مصر. ما شاء الله. تفضلي يا زينب سؤالك. والله دكتور وجدي أنا عايز أحييك الأول على البرنامج ده. أنا من مصر ومقيمة في مدينة خليفة. نعم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. آمين يا رب. آمين وياه. تفضلي يا أخ زينب سؤالك. عايز أسأل حضرتك على حسن الظن بالله مع الابتلاء. حسن الظن. أسأل حضرتك. تفضل. نعم جيد شكرا. وضح السؤال أخت زينب. نشكر الأخت زينب من الدوحة. معنا أيضا اتصال من عبد الله من السعودية. عبد الله تفضل. يا عبد الله. الله يجزيك فضلك يا شيخ عايض. وياك شيخ عبد الله. وفعلا نشكرك على جميع المشايخ الذين لهم الفضل يعني. شكر للمشايخ الله ينفع بهم. معرفة كثير من الفهم عن الله ورسوله. نفع الله بك يا اخ عبد الله وياك. الله يحييك وحي الشيخ وابارك له حريته، انه ان شاء الله لن يدخل معتقلات بعد ان شاء الله. اللهم امين يا رب يا عالم. لا لا الله يحفظك ان شاء الله واجر وعافيه ان شاء الله. امين يا رب. انا عليا 5 سنين سجن اهو، كانوا حاكمين عليا بخمس سنين. لا ان شاء الله. لا ما حيتش والله لسه، مش عايزين يشيلوه. لا ان شاء الله حيشيلوها ان شاء الله. يشيلوها ولا ما يشيلوها، انا ارجع بعزتي الحمد لله. الله يحفظك ويبارك. امين يا رب.
واقترح عليك يا شيخ عايب، ترى فيها كشك موريتانيا يقال له الشيخ محمد ولد سيد يحيى، هذا يعني رجل فضيل أيضا. محمد الددو؟ الددو لا لا، هذا أفضل من محمد الددو، رغم فضل محمد الددو في موريتانيا. طيب أخوي عبد الله، بس تبقى مع الأخ إدريس وتعطيه رقمك إن شاء الله حتى نتواصل في أخذ رقم الضيوف ونحن. والله ما عندي رقمه للأسف الشديد، والددو يعطي لكم رقمه، أنا ما أعرف ولا أعرف رقمه، لكن سؤالي للشيخ وجدي. نعم. جزاه الله خير، يعني الله يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالضبط. فهل هناك في الوجود إنسان غير مبتلى؟ وجزاكم الله خيرا. أوكي. طيب ذكرنا هذا الأمر إن شاء الله عبد الله، سنعيد ذكره مرة أخرى إن شاء الله. أخونا عدنان من سوريا، حياك الله يا أستاذ عدنان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله أخوي عدنان، حياك الله. وسلامي على ضيفك الكريم ايضا وعلى تلفزيون قطر. حياك الله اخوي عدنان واهلا وسهلا. الله محييك، الله محييك شيخ عايض. انا ما عندي سؤال ولكن عندي رجاء، هذه الشام التي خطها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء حين قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ثلاثا. انا ارجو من الشيخ، بلدنا تستوي الان بنار الفتنه، أن تدعو لنا بأن يجعلها الله بردا وسلاما. أنا أناشد كافة علماء الدين وكافة الشعوب العربية وكافة الحكام العرب أن يكونوا على كلمة سواء، وأن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، وأن يتقوا الله في شعوبهم، فالنار تكاد تحرق الأخضر واليابس. دعواتكم يا شيخنا. بإذن إن شاء الله سيوجه الشيخ هذا النداء إن شاء الله، وهذا التوجيه لكل فعلا من يعني سوت نفسه في هذا الجانب. محمد من الدوحة، محمد تفضل. نعم تفضل يا محمد. محمد من الدوحة هل لازال معنا أم نعود لأسئلة الإخوة المشاهدين؟ طيب لعلنا نشكر الأخ محمد. الشيخ السجن اللي كنت فيه سجن طورة أم سجن آخر؟ أنا سجنت 8 مرات، سنة 81 89 91 92 93 94 95 98 8 مرات. اللي فيه الناس الكبار الآن ولا؟ اه ده 3 مرات رحته، ده اللي هم موجودين فيه. وأنا بفكر أرجع مصر ليه؟ عشان أنا عارف هتمسك من المطار وهيودوني فين؟ هيودوني فين؟ من عليا 5 سنين سجن محكمة عسكرية، هل كنت بغسل الأموال قال؟ وهم اللي بيتحاسبوا دلوقتي على غسيل الأموال، آمنتوا بالله. آمين يا رب آمين. هياخدوني من المطار يودوني فين؟ إن شاء الله. أنا عايز أقابلهم هناك بقى. ولعلنا نبارك الشيخ مصري إن شاء الله، إحنا نكون إيجابيين إن شاء الله. ما هو المكان الوحيد اللي هتقابلهم فيه المجرمين دول فين؟ في السجن. في السجن طول. الحمد لله أنا مسجون علي 5 سنين. طيب شيخ نعود يا سيدي الأخوة في 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 عجالة مشاري. يقول نبلغكم الشر والخوف وغيره، حكمة التسلسل في هذا الأمر ثم أيضا الثمرات العلي أسرد جميع أسئلته وتجيب مرة أخرى، وقضية أيضا تخفيف المصائب إذا أراد الإنسان يخف تلك الابتلاء عنا ماذا يفعل وكيف يفعل وما هي الأعمال التي يمكن أن تخف عليه ذلك الابتلاء، وذكر هل لكل درجة صبر معين أو أجر معين في هذا الجانب الابتلاءات. يعني دلوقتي احنا قلنا ان الله تبارك وتعالى هيبتلينا، هيبتلينا خلاص، مفيش يعني مفيش ابتداء اللي هو نبلوكم بشيء ولا نبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. لماذا التسلسل هذا؟ لماذا مش لازم؟ هو اصلا لو كان في اي تسلسل تاني كنت هتقول برضو ليه. صحيح. اذا حكم من الله، هو شوف الله حكيم، من اسماء الله الحكم، اسماء الله الحسنى الحكيم، وانت مش من وظيفتك انك تفضل تسال ليه ليه ليه، ايه ليه انت مالك ومال ليه، في الله حكيم خلاص، يبقى انت تقبل هذا الامر. والله تبارك وتعالى قلنا بيريد ليك الخير، وانت ما تعرفش الخير فين، لكن هتبتلى. يعني مثلا زي سوره آل عمران، لا تبلون في انفسكم واموالكم وتسمعون من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. شوف النهارده بيحصل ايه، تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. شوف النهارده سب الاسلام وسب الرسول، والدنمارك بتعمل ايه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لسه عماله تاكل الزبده الدنماركيه. ها والناس تقول لك يا حبيبي يا رسول الله، طب قاطع وخد ونفع بلدك وكل زبده من السعوديه، بلاش الزبده الزفتيه من الدنمارك اللي سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الى اخره. فيبقى اذا كنا بنقول فعلا ان احنا مسلمون مؤمنون بالله والله بيبتلينا، فالله بيقول لنا في درجات لهذا الابتلاء.
إن أموالكم وأنفسكم تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الثمرات مقصود بها إيه؟ لو أنا عندي مزرعة مثلا وبزرع وما طلعتش الزرع ما طلعش، لو عندي مثلا سيارة وعملت حادثة وتكسرت أو كذا أو كذا أو كذا مثلا، لكن درجات الابتلاء حسب الشدة فيها. ما أنا بقول يعني لما أنا مثلا ابتلى بمرض يعني مؤقت غير لما يكون مرض مستديم، غير ما يكون عاهة، غير كذا 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 كذا، فيبقى يبتلى الرجل على حسب دينه. جميل جدا. جميل. كان في دينه صلى الله. أحسن الله فضيلة الشيخ، ونشكر بشاري على مجموعة من الأسئلة. طيب هنا رسالة الأخ بلال من السعودية وهو سوري، وهنا أيضا الأخ عدنان أيضا نار الفتنة وكيف يمكن الإنسان أن يعني يثبت خاصة في وضعه، وهم من سوريا جميعا في هذا الجانب. توجيهك لي والله أنا عايز أقول كلمة يعني، وخلينا كلمة عامة عشان ما يقولش أنا بخصص حد معين. أحسن تين ويبقى مثلا محرج للقناة هنا. أقول في حكام وفي متحكمون. نعم. الحكام اللي بتختارهم شعوبه يبقى اسمه حاكم، يبقى لا يجوز عليه خروج اذا كان بيطبق الاسلام، وان ضرب ظهرك واخذ مالك الكلام ده كله هينطبق خلاص. لكن في متحكمون جبابره مجرمون ما حدش اختارهم، نجحوا بنسبه 99.9 من 10 كمان. طيب دول بيعملوا ايه؟ بيقول لك انا اللي بحكمك. طب الشعوب ثارت مش عايزينك. لا بالعافية على قلبك. يعني خليني اضرب مثلا عملي شوية عشان ما حدش يفهم ان انا اخص حد يعني. جميل. يعني في مصر عينوا عندنا في مصر بتاع ده وزير مسيحي. طب ليه؟ من قلة المسلمون يعني؟ ما احنا 80 مليون مسلم مثلا يعني. راحوا قايمين على طول الشباب وقاطعين الطريق ووقفوا بمظاهرة 3 ايام مش عايزين محافظ مسيحي يحكمنا. انا نزلت بيان وقلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أما قوما وهم له كارهون ودي صلاة ما تطلعش الصلاة فوق دماغهم شبر، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، مين؟ من أما قوما وهم له كارهون. طب يا أخي مش عايزينك يا أخي، إحنا كارهينك يا أخي. بساطة تانية، سؤال تاني، واحد عايش مع مراته إن شاء الله كم سنة، وأنا عايز كل واحد يستشعر المعنى ده، وجات مراتك في اللحظة بتقول لك أنا مش عايزاك، كرهتك، مش طايقاك، مش طايق اقعد معاك، مش طايق ابص لك، ورب الكعبه بعد ما تخلص من اخر حرف من حروفها دي انت طالق. ده لو انت راجل، لو عندك كرامه، لو عندك شرف، لو عندك مروءه. مراتك مش عايزاك بتقول لك انا مش عايزاك، تقول لها لا بالعافيه قاعد على قلبك. ها طيب شعوب انتفضت، ممكن نشوه شيطان فضل الشيخ او شيء. ده موضوع تاني، لكن لازم يترد عليها كده، يترد على شيطانها كده، يترد على الشيطان بتاعها كده، لان انا راجل عندي كرامه وعندي عزه. فيعني مؤاخذه يا اخي، انت مش هجبرك تاكل اكله انت مش عايزها. صحيح. ما بتحبش مثلا تاكل جمبري ولا مثلا يعني، اقول لك بالعافيه هتاكله ليه؟ بالعافيه ليه؟ صحيح. فالشعوب انتفضت والناس يا اخي لا اله الا الله. جميل. اتوكل على الله بقى خلاص. جميل. لكن تقعد تضرب وتضرب بالقنابل وتضرب بالبر والبحر والجو وتضرب الاطفال وتضرب النساء، هو ايه ده؟ انت هتحكم جماجم؟ جميل جميل جدا. وصلت رساله فضيله الشيخ ونفع الله بك الدنيا والاخره. بنايف من السعوديه سال سؤال جميل، هل يجوز للمسلم ان يدعو الله ان يزيل هذا البلاء ام ان يصبر؟ ما الافضل؟ لا خلي بالك بقى، ده حسب قوه ايمانك. جميل. ده حسب قوه ايمانك. جميل. تعرف الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل كان لا يدعو بزوال البلاء. سبحان الله. ازاي؟ يقول لك مالكش دعوه، انا عايز البلاء، خلي ربنا يدعوه، انا عايز اخد ثواب يا اخي، الإيمان. عايز اتحمل. الإيمان. ده ايمانه قوي. الإيمان. لكن اللي ايمانه على قده شويه، ربنا علمنا الدعاء، الدعاء يا رب خفف عني. جميل. يا رب ازل عني، يا رب صبرني. يعني هقول لك على حاجه، كان بعض الناس من الاخوان المسلمين في مصر اما كانوا بينضربوا ايام عبد الناصر. صحيح. طيب فمثلا كان بعضهم يقول ايه؟ بعضهم يقول لك اللهم انتقم من الظالمين وكذا وكذا، الثاني يقول له ايه؟ ايمانه قوي شويه، يقول له ايه؟ يا اخي بدل ما تدعي عليهم قول اللهم قوي ظهري، اللهم قوي ظهري، وسيبهم يضربوا، بس يا رب قوي ظهري، امين يا رب، وسيبهم يضربوا، لان كل الضرب ده بايه؟ باجره، باجره وبحسنات. وحسنات. طيب زينب بن الدوحه سالت سؤال جميل جدا، حسن الظن عند الابتلاء، حسن الظن بالله. أيوة عند الابتلاء. هذا المطلب. مين اللي بيبتليني؟ الله سبحانه وتعالى. الله بيحبني ولا بيكرهني؟ بيحب. انا مؤمن، وقلنا بقى ليه ربنا بيبتلينا؟ تمحيص درجات، تمحيص ايمان، تكفير سيئات، رفع درجات، تصحيح مسار، قرب من الله. يبقى لازم احسن الظن بالله، ما هو الشيطان بيلعب بيا ساعتها، يقول لك اشمعنى انت،
اشمعنى انا؟ لان ربنا بيحبني، لان ربنا اختارني. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون، فالامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. زي. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يا ريت نسمع الحديث ده كويس. نعم. في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. تاني: من يرد الله به خيرا. في روايتين هنا: يصب منه ويصب منه. اللي ربنا بيرد له الخير، لان انت مروح مروح، احنا مروحين كلنا ونازلين قبورنا وسايبين كل اللي على وش الارض ده، فاحنا بنبتلى باللي على وش الارض وحنسيبه. يزعلك في ايه ده بالله عليك ان يتاخد منك؟ ما انت سايبه سايبه. نعم. انت سايبه سايبه، سواء مراتك سواء عيالك وبعدين هنا في ايه بقى في سوره الفرقان، يا الله لو خدنا بالنا منها، والله العظيم دي تصبرني يا اخويا عايض صبر لا تتخيله. جميل. يقول الله تبارك وتعالى سوره الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، ابتلاء وامتحان. اتصبرون اتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا بيبتليني بابويا، يقول لك ابويا ده اولد فاشن، ده دقه قديمه، مش امي اصلها من النوع اللي مش متسلط، اصل مراتي من اصل ابني من اصل جاري اصل صاحبي اصل المدير بتاعي. وجعلنا بعضكم لبعض، كان قادر ربي يخلي اخلاقنا اخلاق اهل الجنه، ها، لكن في الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. ويقول الله في سوره الانعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بعضهم ببعض، ما انت بتبقى ماشي واحد بيشتبك في الطريق وهو اللي غلطان، صحيح، بقى المدير بتاعك غلس مع وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. أحصلك ذا الشيخ الموضوع ذا الشيخ وجدي غنيم ذو شجون، نسأل عز وجل في نهاية الحلقة أن يرفع الابتلاء عن المبتلين وأن يصبرهم وأن يثبتهم وأن يجعلنا من الثابتين إنه بذلك القادر عليه. اللهم يا مقلب القلوب صرف بقلوب عن طاعتك. فضل الشيخ، لم يبقى لي في هذه الحلقة إلا أن أتقدم لك شخصيا يوافر الشكر والتقدير على الاستجابة السريعة، بارك الله فيك ونفع بك وإياك الشيخ وجدي غنيم. الشكر لك حقيقة، والشكر لجميع المشاهدين والمشاهدات والمتصلين والمتصلات الذين أيضا انتظروا عبر الهاتف ولم نستطع أن تناولهم معنا في هذه الحلقة نظرا لكثرة تلك الاتصالات ولحرصنا على أيضا أن ننهل من فضائل ومن توجيهات فضل الشيخ وجدي غنيم. أيها الأخوة، قبل أن نختم معكم، هناك ثلاث إعلانات لمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها مجموعة من المؤسسات والوزارات في الدولة. يسر ابتداء مؤسسة الشيخ ثاني ابن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية راف أن تدعو جمهور الرجال لمعرض القائد الرباني، وكذلك جمهور النساء الرجال يوم الثلاثاء 26/4، ودعوة جمهور نساء الأربعاء 27/4 في الصالة الحمراء برجنسي من 4 مساء إلى 8:30 مساء. وهذا المعرض هو المعرض الأول الذي يقام لتربية الأبناء على القيادة الربانية في هذا الجانب، بحضور مجموعة من العلماء والمشايخ الفضلاء، ومنهم فضل الشيخ الدكتور خالد الخليوي والشيخ إبراهيم بوشيت وبالنساء الداعية سناء الثقفي في قاعة ريجنسي. ثم يسر وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وضمن برنامج الموسم الثقافي الأول دعوتكم لحضور محاضرة سيلقيها فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تحت عنوان تسعير السلع والخدمات من الناحية الشرعية، وذلك في تمام الساعة 6:30 من يوم الأحد الموافق 24/4/2011 بقاعة الشيخ فهد بن جاسم الثاني، نسأل أن يرحمه برحمة واسعة، بمبنى وزارة الأعمال والتجارة خلف مبنى السيتي سنتر. ونختم بمحاضرة تنظمها مؤسسة الشيخ ثاني، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالتعاون مع مؤسسة راف وضمن حملة ركاز عزيز الخلق. دعوتكم لحضور اللقاء الجماهيري لفضيلة الشيخ المحبوب لدينا جميعا فضيلة الشيخ وجدي غنيم تحت عنوان تقديرا لذاتي أعلنت احترامي، وذلك في حديقة دحل الحمام الليلة الساعة 8:00 مساء. أنت موعد مع ضيفنا وشيخنا الشيخ وجدي غنيم في هذا اللقاء. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، لم يبقى لي أن أتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك، نفع الله بك.